بالنسبة للعلوم الشرعية شنو مادة عندكم؟ قرب عندي نقضي الامتحان الوطني لجهة البكالوريا قريب هنايا مادة البادرة هي مادة التنمية التحليلية ابقى هنا ابقى على صاحبي لان المسلك ديال العلوم الانسانيه عندنا 22 قاعه خصنا نلقاو 22 درجه كانوا واخا كنفتحوا الظرف كبير لابد من التاكد من كل ظرف ديال داخل القاعه من المسلك ومن الماده قبل الترقيم العلوم الانسانيه هذا هو قاعه واحد اليوم الاثنين 10 يوليو 2024 نتواجد بمركز الامتحان القدس بمدينة سطات بمناسبة انطلاق امتحانات البكالوريا دورة يونيو. هاد الدورة اللي كيجتازها على صعيد الإقليم أكثر من 7900 مترشح، تقريبا الربع ديالهم من المترشحين الأحرار، موزعين على 24 مركز تغطي مختلف مناطق الإقليم. بطبيعة الحال تم تخصيص 6 ديال المراكز للمترشحين الأحرار بما فيهم مركزين خاصين بالمترشحين السجناء بمؤسسات السجنية بالإقليم، تقريبا العدد ديالهم تقريبا 68 سجين. بالإضافة نشير أنه عندنا 15 حالة ديال تكييف امتحانات البكالوريا بناء على طلبات ديال المترشحين. المديرية بطبيعة الحال جندت وعبأت موارد إدارية موارد بشرية وطر إدارية وتربوية هامة جدا تفوق 1400 مترشح اللي كيتكلفوا بالحراسة ورئاسة المراكز والملاحظة في المراكز ولجان التصحيح والإشراف وغيرها من العمليات. هذه مناسبة باش نتوجهوا بالشكر الجزيل للأطر الإدارية والتربوية ديالنا على الانخراط والتعبئة الكبيرة اللي أبانوا عليها في سبيل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، والشكر أيضا موصول للسيدة عامل إقليم سطات والسلطة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة على مواكبتهم ومساعدتهم ومساندتهم للمديرية الإقليمية في سبيل إنجاح هذا الاستحقاق. وانا في الاخير نبغي نتمنى يعني كامل التوفيق والنجاح لجميع التلميذات والتلاميذ، ونتمنى انهم يعني يجتازوا هذه الامتحانات في ظروف يعني مناسبه بالظروف اللي كتوفرها بطبيعه الحال المراكز الامتحان وايضا بالمساعده ديال يعني ديال العائلات ديالهم.
لكي يشهد على ان هذا يعني الانفلوب لانه لا، الترميز الالكتروني لا علاقه له بال يعني بالغش، هذا فقط تسهيل ديال واحد مجموعه العمليات اليدويه اللي كنا كنقوموا بها السنوات الماضيه. كتعرفوا دائما انه حنا لجان التصحيح راه ما كتعرفش على الهويه ديال المترشحين، وفي سبيل ذلك كنا كنقوموا بترميز يدوي ل يعني ل الاوراق المترشحين. الان عوضنا الترميز اليدوي بترميز الكتروني اللي كيسهل هذه العمليه وكيسهل قراءه الرمز يعني باجهزه في يعني في مراكز التصحيح واسناد النقط اللي يعني المترشحين، ودائما مع الحفاظ على مبدا انه لجان التصحيح ما كتعرفش على الهويه ديال 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 المترشح. اما الغش هذا موضوع اخر وعنده مساطر اخرى من اجل الزجر ديالو والحد منه داخل فضاءات مراكز الامتحان. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.